شو تذكرتي ملك؟ زهرة كانت هون. وعم تصرخ كتير. ايه ما قلت لك اني وقعت وقتها من هون بالغلط؟ شو تذكرتي شي تاني؟ ما تذكرت الا هديك اللحظة ما في شي تاني. مو مشكلة ملك، مع الوقت بتتذكر. يوم كانوا الكل جايين لعند النهر، كانوا عم يدوروا علي. زهرة فيك شي؟ تذكرت. عم تحكي جد؟ ايه احكي. عزت هو كان معي، دورنا على زهرة سوا. ايه مزبوط، جيتوا انتوا وقتها لهون سوا. ماشي، اليوم بكفي اللي عملناه. ليكي زهرة، ملك كمان تعبت وانا لازم ارجع على البيت. يلا ليش تأخروا هدول؟ رح يصلوا بعد شوي. زهرة ما عم تتحرك من جنب إمها ولا لحظة، بس يوصلوا رح إلهي زهرة، وإنتي بهالوقت عطي ملك الإبرة. اتخبى هون؟ معقول؟ اسمعيني زهرة، ما رح تقعد عقلي. خفي إيدك شوي، بعد ما تعطي الإبرة مفعولة منحطها بالحمام لتبين من تحرق. طمني لي بالك، فتحي عين وغمضي عين منكون خلصنا. انتبهي منيح، هلأ في عندها قوة المجانين. ليكي إذا انكشفت لعبتنا هاي وقتها حتى أنا ما رح أقدر خلصك من إيدين عدنان. انت ريحي لي حالك، هالمرة رح نخلص منها نهائياً وما رح ترجع. اليوم تعبتي كتير، رح جهز لك تختك مشان تنامي وترتاحي. أخيرا رجعتوا على القصر؟ رجعوا هلا، تخبي فورا، خليها تجي لشوف. انتوا ليش عم تعترضوا؟ فسرولي بشو يعني هاي العيادة بدها تضركم؟ رح يجوا نسوان وولاد صغار كتير ورح يطوشونا. هارون شوفي، انا حرضت كم صاحب دكان هون يا اغا مشان ما يخلوها تاخد الدكان، وقلت لهم انه الاغا ما بده اياها وما في حدا منهم قصر. هارون ليش ما سألتني إلي بالاول ولا ها؟ يلعنك شو غبي. مشان الله لا تعملوا هيك، هدول نسوانكن انتو وولادكن انتو.
نحن ما بدنا إياكي دكتورة. يلا ضبي أغراضك وروحي من هون. شوفي آغا، كأنه ما ضل محل بالمنطقة لحتى تيجي لهون وتفتح عيادة. أنتوا ما دخلكن، امشوا. مشكور. كملي شغلك على راحتك. باين في مين عم يكذب علينا. أكيد عدنان آغا مخبي سر علينا، بس لازم نعرفه ورح نعرف. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. علي، وينك مختفي؟ ما في شي، بس كان عندي كم شغلة خلصتها واجيت. بس ماشي، إذا لزمك أي مساعدة إلي أنا أخوك. طبعاً أخي، طبعاً أكيد. شكراً. جيب لك شوية فواكه. ما بدي غير إني أطلع على أوضتي. بجيب لك ياهن على أوضتك. ماشي، أنا رح أجيب لك فواكه وبعدين بنقرأ كتاب سوا. تعي لهون لشوف. أنا طالعة لعند أمي. لا تروحي لمكان. لا فاطمة ولا ياسمين بالبيت، ولحالي ما رح أقدر خلص كل شغل البيت. تعي معي ساعديني. بس عمو عدنان قال لي إنه ما أترك أمي لحالها، لهيك لازم أطلع لعندها. ماشي، بتروحي لعندها بس تخلصي شغل معي. أمك ما رح تهرب. في كم كيلو بطاطا بدهن تقشير. يلا يلا تعي، خلينا نقشرهم بسرعة. تعي يلا. هارون، خير جلال؟ شو في من وش الصبح؟ خير، ما في شي بنوب. قلت لحالي بيجي وبتطمن عليك. لوين رايح انت وليش مستعجل؟ والله كنت رايح المخزن، بدي طالع بضاعة. لك هاد ابن منصور ما كنا نلاقيه ولا بأي طريقة. الآغا ما قصر، والله يسلمك أنت كمان ما قصرت. تعبناك معنا، بس كأنه مو شغلة سهلة إنه نلاقي هداك الزلمة. إيه والله مزبوط، نحن دورنا عليه منيح بالضياع، وكمان عرفنا إنه اسم مرته الأولى كان صفية. حاولنا كتير بس ما قدرنا نلاقيها. أكيد رح نلاقيها، رح نلاقيها، إلا ما يكون حدا بيعرفها. شو كان اسم هديك الضيعة؟ أوغلوكوي. أكيد بتكون المخلوقة ماتت، يعني بما أنه ما حدا بيعرف عنا شي بنوب. بالنهاية المنطقة صغيرة. ممكن، صحيح. ماشي، الله يعطيك العافية. الله يعافيك، بخاطركم. أيوة، معناها أنت مخبي عنا شي يا عدنان آغا، ما هيك؟
تعي تعي شوفي. يا سلام قديش هن حلوين. ليكي مرت عمي شو حلوين. حبيب قلبي جمال رح يكبر ورح يلبس كل شي عن قريب كتير. فاطمة مناخد هدول؟ ايه مناخدهم ست لورين. انا شوي وبرجع. عدنان هدول الرجال هون. اي رجال؟ جلال ورجاله معه شبين مو لحاله هالمره. يا روحي هذا تردم منو اي شغله بسيطه، اول ما يعرفوا رح يقوصوك فورا. روحي انت خلاص من هدول الجماعه. لا تاكلي هم، بعرف شغلي معهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين، تفضلوا. أهلين فيك. نحن شفنا هارون بالصدفة هلأ، حكالنا كم كلمة. عم يقول في ست بهديك الضيعة هنيك اسمها صفية. مرت منصور الأولانية. شغلي غريبة ما هيك؟ معقول ما عندي خبر بهالشي؟ قلت إذا في حدا بيعرف هالشي فأنت يا آغا، لهيك جيت لتساعدني. ليك جلال، ما منعرف بنوب وعم ندور لهلأ. بس شوف الزلمة رح جيبه لعندك. انت ما بتثق فيني؟ ليك انا ما بثق بأي مخلوق. انا عملت اللي علي ووفيت بوعدي إلك، جبت لك زهرة من آخر الدنيا، لهيك بدك توفي بوعدك. إذا بتحاول تلهيني كمان بوعدك رح تندفن تحت التراب حتى قبل ابنه لمنصور. وهلأ بخاطرك. دخيلك يا ابني، هالزلمة مانو حدا عادي ابدا، شكله ما رح يتركك بحالك، وبالاخص اذا دري انك خبيت عليه وانه اللي عم يدور عليه بالاصل هو انت، وقتها ما بتعرف شو رح يصير. ما رح يصير شي بنوب. في زبون رح شوفه، عن اذنك. يعطيك العافية. أهلين زينب، الله يعافيكي. عادي لنشرب شي مرة تانية إن شاء الله. حكيت مع نيرمين اليوم، رح روح شوفها هلأ. بالله كيف كان صوتها؟ منيح يعني؟ رح تكون منيحة، أنت لا تاكل همها. زينب، ليكي زينب، بعد إذنك أعطيها هدول، بس أرجوكي لا تقولي لأنهم مني منشان ما تزعل. ماشي. عزت، اليوم صار شي غريب شوي. عدنان شو بو؟ حكى أي شي ضايقك فيه؟ لا لا بنوب، لا بالعكس، إجا ودافع عني قدام كم زلمة من السوق معترضين على فتح حياتي. الزلمة اللي ما كان يطيقني من كم يوم ركض لحتى يساعدني. أنا بصراحة ما فهمت ليش تصرف معي هيك.
لك خلاص افهم علي، انت ضيفي لا تحكي الهم المصاري، اليوم كل الحساب علي. هيك شي يعني. محمد بحكي معك بعد شوي. تعال شوفوا له. عود هون. نسيان انه نحن في حسبة صغيرة بيناتنا؟ ايه بس يا شباب شو عم تعملوا؟ روقوا شوي. بدي مصارية. دين القمار ولا بس حتكون نسيته. أبظن شباب انه صار بيناتنا سوء تفاهم. انا اصلا كنت رح اجي وجيب المصاري معي، ما في داعي تيجوا لهون مشانه. جرب ولا تدفعوا، وقتها بتعرف منيح شو رح يصير. لا انا رح ادفع، هذا وعد. انتهيتي وليه؟ شو عم تعملي؟ بعدي عني؟ والله لموتك. لي خلص تركيني. يا شباب لا تعملوا هيك مشان الله. أنا وعدكن ورح أوفي بديوني، ليكو ما حلوة هيك قدام الناس. ليش عم تعملوا هيك؟ ولك؟ شو عم تعمل أنت وياه؟ لا تاكل لهم أخي، ما في شي، الشباب كانوا ماشيين هلا. ليك أخوك علي مديون إلي. وبدي مصاريه، ماني ماشي من هون قبل ما اخذهم. دين شو هاد؟ دين قمار. ماشي تعتبروا دينكن عندي قد ما كان بدفعوا. 35,000. 35,000؟ ماشي بس لازم تعطيني شوية وقت، بأمن المصاري وبخبرك فورا. إن شاء الله ما تأمنون. يلا موتي. بعدي بعدي عني. رح تموتي. اتركيني. بعدي. تعي لهون. لوين زهرة؟ بدي شوف إذا أمي نامت ورح أرجع فورا. لا تروحي هلأ، خلصي شغلك بالأول. بدي أبعت الأكل على الفرن، ما عندي وقت استناكي. تركيني مشان الله. شوفي رح تنشلي لفترة قصيرة، وكمان رح تسمعي كل شي عم بيقولوا. انت رح تحسي بكل وجع، شوفي حتى وجع الموت.
رح تعيشي لحظة بلحظة. بس كل الناس رح تعرف كيف إنه ملك المجنونة موتت حالها. رستم، وجعوني ايدي، ما بتعرفوا تجوا تساعدونا؟ يلا خلونا نمشي. غانم ضل لحاله كل هالوقت الطويل، اكيد بيكون جاك. لك تذكرت كأنه في كيس ناسيانينه بالدكان، روحوا انتوا انا بجيبه بلحقكم فورا. رستم بجيبه، انت قولي له اي واحد وخلص. لا لا، ما رح يعرفوا للكيس، هلا روحوا انتوا يلا. اي مثل ما بدك. البقرة. بعد رجالك شوي، بدي أحكي معك كلمتين. إيه عم، شو بدك تحكي؟ اللي عم بتدور عليها بتكون أنا، وابن منصور بيكون ابني أنا. مات وهو صغير، لا تدور وتضيع وقتك على الفاضي. أخي علي، أنت لا تقلق، أنا رح أدفع ديونك، بس أنت كمان لازم توعدني أنك ما بقى تلعب قمار بنوب. ما بدي إياك تلعب دور أخي الكبير، بقدر أوفي ديوني لحالي. أنا والحمد لله ماني بحاجة لحدا. يا علي، أنت ماشي بطريق غلط. شو اللي صاير؟ ما في شيء أخي. علي، أنت منيح أخي؟ إيه منيح. أنت شو عم تخبص كمان؟ لا تخلق مشاكلنا بهاي القصة. في كم سرسري طلبوا أتاوي من علي، بعدين أنا أجيت لحتى ساعد أخي. إيه نهاية المشوار يا خانو. شبك عم تزوريني وليه؟ جنيتي على حالك، كم مرة أنا ساعدتك؟ قليلي.
كم مرة قلت لك لا تضلي وروحي من هذا القصر؟ ما رديتي. إيه المي لازم تاخد مجراها. مشان تعرفي قيمتي ليكي عم حممك قبل ما تموتي. ألو؟ كيفك أنت منيحة؟ إيه منيحة، شو بدي أعمل؟ ملبكة بغانم. إيه؟ لا لا ملقح دائماً. أنت شو أخبارك؟ مبروك، إمتى جاية؟ إيه منيح منيح. ماشي. لا لا شو هالحكي؟ إيه منجي طبعاً حبيبتي منجي. مع السلامة ملاك. طيب يلا وعليكم السلام وسلمي لي عليه كمان. زهرة زهرة زهرة. مرت عمي ركدي زهرة عم بتدور على ملك جوا. أمي
أمي. أمي. ليش عم تصرخي؟ أمي ما أنا موجودة بالأوضة وما عم ترد علي من جوا بنو. معقول ما عم تسمعني؟ ايه عم تتحمم المسكينة، من وين بدها تسمعك؟ قالت لي إنها رح تنام لأنها تعبانة. بتكون غيرت رأيها وقالت بتحمم وبعدين بنام. يلا روحي انتي هلا وجهزي اغراض امك. ما عم تسمعني من صوت المي؟ طبعا ما بتسمعك من صوت المي. يلا روحي مثل ما قلت لك، جهزي منشفتها وتيابها وغياراتها مشان ما تاخذ برد بس تطلع. ماشي ماشي، انا رح اروح اكوي لتيابها كمان. ارجع كمان تقلي يا بنتي، رح أعمل كل شي مشان هي تطيب. بكون انقطع نفسها هلا. الكل رح يفكر انه ملك انتحرت بسبب جنانة، واخيرا رح نخلص منها. ألو؟ ألو زهرة؟ أنا خالتك زينب، كيف صارت أمك؟ طمنيني. منيحة خالة زينب، اليوم طلعنا شوي لبرا، تمشينا على طرف النهر. هي تذكرت قصص صغيرة، بس لسه مو كل شي متذكرته. ما رح تتذكر كل شي دفعة واحدة، بس شوي شوي رح تتذكر إن شاء الله. خليني أسمع صوتها، أمك جنبك؟ لا، هي بالحمام. طيب طيب، معناتها برجع بتصل فيكن بعدين وبحكي معها. إذا بتحبي بروح بقلا خالة زينب، بجوز خلصت إلى زمان. أمي؟ أنت لسه بالحمام؟ خالة زينب معي على التليفون وبدها تحكي معك شوي.
مشكلة حبيبتي، خلص أنا بحكي مع بعدي. أمي أنت لساتك جوا؟ زهرة شو عم تساوي هون؟ ما فيك تخلي المخلوقة ترتاح شوي؟ تركيها تتحمم براحتها، كل الوقت حايمة حواليها، تركيها بعدين بتخنيها لأمك من الضغط. أنا لأن الخالة زينب حكيت. روحي كملي كوي. ألو خالة زينب، أول ما تطلع من الحمام بتصل فيكي وبخليكي تحكي معها. ماشي ماشي حبيبتي، حاكوني اليوم أو بكرة، أنا بمرق لعندكن شوي. أنت بدك مني شي؟ هاي مي. أمي تفرجي على كل هارمانلي لآخر مرة من فوق وانتي طايرة. زعلانة لأنه رح تبعدوا عني، بس كمان مبسوطة مشانكم. كوني متأكدة مو أدنى، رح يكون أول يوم منعيشه، رح نبلش أنا وبنتي حياة جديدة. إن شاء الله يكون كل شي على قد نيتها. سامحيني، كنت مجبور ألعب هيك لعبة مشان تقدروا تهربوا. أمي قديش رح نمشي لسا؟ أمي والله ما بعرف، تحملي كمان زهرة، رح نرتاح بعد شوي. أمي ما. أمي 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 أنت منيحة؟ إيه يا روحي. إيه ملك خانم، خايف يمر شي حدا من هون، لازم نمشي بسرعة. زهرة ماني قدرانة، أنا ما فيني كمل الطريق، روحي أنت. أمي يلا زهرة تعالي. لا اتركني. يلا زهرة يلا. لا امي امي افتحي لي الباب دخيلي. امي افتحي لي الباب دخيلي. زهرة زهرة انت عم تسمعيني؟ امي افتحي لي الباب دخيلك، افتحي. زهرة شو عم يصير عندك؟ أمي عم أقول لك افتحي الباب، الله يخليك. زهرة شوفي ردي علي. المفتاح المفتاح مانو بالباب. لكن وينه؟ المفتاح مانو بالباب. المفتاح مانو بالباب. يلا عمال مرت عمي شوفي شو هالصوات. زهرة زهرة انتبهت على المي بالحمام وعم تحاول تفتح الباب. أمي ايه شو رح نعمل هلا؟ بلكي ملك ما ماتت. المي وصلت على الكوريدور، لا تخافي اكيد بتكون ماتت من زمان. امي Uyut beni.